بسم الله الرحمن الرحيم. نقش العشق إنما تلاحظونه ليس تكريما أو تجليلا، كما أنه ليس تفسيرا، ربما هي أصوات أمواج عاتية لنهر عذب المياه، لنهر يترنم بأصوات اتحاد القطرات التي بدأت تنبض بالحياة كحبات الماس النقي. ليس من عادة النهر أن يبقى ساكنا، فهو يطوي الانحدار الشديد والمنعطفات بين الصخور دون أن يتيه عن طريقه. النهر يبحث عن البحر لكي يأخذ القطرات البلورية والغالية كالحياة إلى أبعد السواحل ليهديها إلى الجسم الكبير الأزرق. يا له من كفاح عظيم، أطال الله عمر النهر. الوند لامع ومشع يتمدد بإعجاب على الأرض الحنون لإيران. همدان مدينة العلم، مدينة الفن، مدينة ابن سينا، مدينة بابا طاهر، مدينة العشق. هنا مدينة أبي الحسن الموسوي. كم هو جميل انسجام براءة النظرة مع كيان العشق زاهر الألوان وانعكاس أصوات الأصابع الحبيبة عند الحياكة وعتاب الأستاذ لأفضل تلاميذه. التردد بدل اشتياق الحياكة، والتعلل البريء يدعوانك إلى ضيافة الألوان، والنقوش تدعوك وستدعوك مرة أخرى، وإنك تعلم من أعماق القلب أن الأستاذ لن يصبر على ترددك وسيدعوك. وتتحرك يد القدر في وجودك، وعند ذاك ينادي النقش الخلاق اقرأ. يقول الأستاذ آمرا بمحبة، حك، وأنت تعلم أن هذه الحياكة والقراءة من جنس آخر. صوت آخر ينادي من بعيد لكنه مأنوس، إنك لا تعرفه لكنك تشعر بحرارة حضوره، وتعلم أنه يجب عليك أن تتبعه حتى الأماكن البعيدة إلى نهاية أفق وجودك. هنا مشغل السجاد الموسوي، تأسس عام 1960، وخلال هذه المدة تمكنا من إنجاز آثار عديدة، واللوحات السجادية موجودة حاليا في متاحف العالم وضمن المجموعات الشخصية.
وأنت داخل كيان ما حاكه هو بوجوده، ترى وحشتهم، أولئك الذين لم يجدوا الفرصة ليصرخوا، والطبيعة الغاضبة تنزل عليهم كالموج، وترى قلق الإنسان المعاصر تحت أنقاض كل هذه الآلام التي نزلت عليه دون أن يكون له ملجأ. هبوب الظلام، قلق الانهدام، تشنج مميت، انتهاء عشق ضائع، ونهاية الحياة. اللوحة السجادية الأيام الأخيرة لبومبي حيكت خلال 13 عاما. هذه اللوحة استخدم فيها 12 ألف لون و17 ألف عقدة في كل ديسيمتر مربع. هذه اللوحة حيكت طبقا لرسم أصيل لباولو الروسي من القرن 19، وهذه اللوحة نادرة ولا يمكن تكرارها. تابلو فرش بی‌نظیر و غیر قابل تکرار باشه. دی تپیتی که سمبرو فاتی کن دی کلوری دیشامو. تظهر قطع سجاد هذه وكأنها رسمت بفرشات ولكنها نقشت بالحياكة خيوط بعد خيوط، ويظهر وكأن هذا العمل غير ممكن، إذ كيف يمكن بنسج الخيوط مع بعض يظهر هذا الشيء الرائع والعظيم؟ Questi risultati così magnificenti. لحسن الحظ أنا مطلع على الفن الإيراني لأنني أعد لرسالة الدكتوراه في فرع الفن وتخصصي في الفنون الشرقية والإيرانية، وعليه فإنني على اطلاع بالأدب وخاصة الفن الإيراني. لقد أعجبت بما رأيت، وهذا رائع أن تظهر هذه الآثار في زماننا المعاصر، إذ أن الكثير من الناس يعتقدون أن الفن الإيراني توقف في القرن 19. هذا غير صحيح، وهذه الآثار تثبت ذلك. اللوحة السجادية المسماة عرس لويس السادس عشر حيكت هذه اللوحة طبقا للوحة فرنسية من القرن 18. إنها لوحة عظيمة تظهر لويس السادس عشر وماري أنطوانيت. الألوان تلمع، قام بها أستاذ ماهر وفني في تركيبة أخاذة، فجاءت لوحة تخطف الأبصار. استخدم في اللوحة 17 ألف عقدة في كل ديسيمتر مربع وسبعة آلاف لون تركيبي. لوحة نادرة استغرق العمل عليها من عام 1983 وحتى عام 1998، أي مدة 15 عاما. certains tableaux ont dû ont été faits sur 50 ans pour faire un tapis. هذه آثار فنية ولا يمكن تسميتها بسجاد. برأيي إنه لابد من صرف 50 عاما لإنجاز مثل هذه الآثار الفنية. برأيي إنه من الأفضل إقامة مثل هذا المعرض في أوروبا أيضا. en tout cas être exposé en Europe c'est Thank you.
ترى الآخرين أيضا يسعون لإضفاء معنى وجودهم، وهم يعشقون النور ويعشقون الزهور ويعشقون البلابل مثلك تماما. وأنت بنظرة المشتاق في الفخار المتبرك تسير عباداتك وراء فراشات الوجود التي جلست يوما على زهور فلورا، والآن تجلس على السرو القديم لمدرسة شهارباغ. جاءت شهرزاد بالقيثارة والناي والأسطورة وبالهدوء هدية لكي تدفع عوض السهر والعذاب للآخرين. في هذه اللوحة استخدمنا أسلوب نصف عقدة، أي أننا قسمنا العقدة إلى أربعة أقسام تتألف من أربعة ألوان، حيث تظهر الخطوط المنحنية والملتوية بصورة مستوية. لدينا صورة بحجم عقدة من الإصبع وقد روعيت الظلال في الحياكة، وهذا يعني أن تركيب الألوان والخيوط الملونة تتألف لتشكل نسيجاً موحداً. تذكر ذلك العزيز في أواخر الليل، الليل والخنجر الملطخ، الملطخ والملوث بالخيانة لذلك الصديق الذي كان كتفك مأمنا له، وأنت ترى أن هذه الضجة الكبرى من أجل لا شيء، وذلك الصديق قلق على تلوث صديق آخر. إلى الأمم المتحدة.
وكأن أيادي الأطفال كانت أغصان المعرفة في حلم هادئ وتحت ظلال المحبة. وكأنها كانت قسما في ذهن طار وحلق، وشمس تشرق في وحدة وحرارة وصفاء، وكانت بشارة. عبر السنين الغابرة توصل رسالة الحكمة من حكيم طوس إلى أذن الإنسان الهارب من التفكير. فقط الضجة هي التي تستطيع إقلاعك، ضجة ضربات سفراء رسل العشق وأصوات قرقعة السيوف المعروفة للرجال الشجعان لهذه البلاد القديمة على الأعداء الحاقدين. أمام أنظار المشتاق والمبهوت، أمام كل هذه القدرة العظيمة المتواضعة، به نام خداوند متعال آفریدگار، بسمه تعالى خالق الجمال. الأستاذ الموسوي هو أحد الأساتذة الكبار والنوابغ، ولحسن الحظ إنه معاصرنا في المجتمع الإيراني، وهذا ما يدعو لفخر الإيرانيين. إن هذا الفن نادر بسبب أن موضوعه ثقافي عن الشاهنامة، الملحمة الإيرانية الشهيرة، ولها جذور في الثقافة الإيرانية الغنية. يوجد فيها جميع الأبطال الإيرانيين. إن أسلوب الحياكة وتركيب الألوان واختلاف هذه الألوان وانتخاب المواد الأولية تدخل كلها في مهارة تجذب النظر. إن التصميم صحيح في الحقيقة أوصل هذا الفن الأصيل إلى الذروة. وهذه 26 قطعة سجاد أهديت إلى وزارة الإرشاد الإسلامي ومتحف السجاد الإيراني، وهذا الأمر مدعاة لفخري، خاصة وأنني مديرة لهذا المتحف الذي يضم هذه المجموعة. It's a wonderful idea, and in fact, very much in keeping with. فكرة رائعة. إنكم بإنتاج ومتاجرة السجاد كبضاعة حفظتم عليه، وهو يحمل رسالة. فكرة رائعة، إذ أنكم عبر السجاد تحافظون على ثقافتكم وتنقلونها إلى العالم عبر الشعر والنقوش. In poems and in pictures. Thank you.
الأستاذ موسوي از اساتيدي هستن. إن الأستاذ الحاج الموسوي سيرت هو من جملة الأساتذة الذين استطاعوا أن يصلوا بالكفاءات الشخصية التي يملكونها أن يصلوا إلى هذا المستوى الرفيع في أستاذيتهم. ولحسن الحظ قدم الأستاذ موسوي سيرت تلاميذا ممتازين إلى المجتمع الفني في إيران، هم الآن يعملون في الوسط الفني. النموذج الثمين في عمل الأستاذ الموسوي سيرت هو وجود قسم من كيانه في داخل أعماله، وهذا هو إيمان الأستاذ الذي جعل آثاره خالدة في المجتمع الفني الإيراني. آثار ماندگار جامعه هنری ایران بشه. فردوسی بزرگترین شاعر ایران گذشته از اینکه الفردوسی هو أكبر شاعر إيراني، فهو بالإضافة إلى تسجيله لتاريخ إيران في 70,000 بيت بلغة فارسية سلسة أحيا مرة أخرى لغة إيران، ونحن مدينون للفردوسي بلغتنا. ورغم أنني لا أوافق على السجاد المصور، إلا أن عمل الأستاذ الموسوي هو أحد الأعمال الخالدة في حياكة السجاد، وعمله هذا هو تجليل ولو قليل للشاعر الإيراني الكبير الفردوسي. ولهذا فإنني مسرور لأن جميع هذه الآثار للأستاذ قد جاءت إلى متحف السجاد الإيراني. آثار ایشون مجموعه به موزه فرش ایران اومده. إن الأستاذ الموسوي اعتبر أستاذا نموذجيا وفنانا نموذجيا في حياكة السجاد للعام الماضي، بسبب أن هذا الأثر الخالد لشاهنامه الذي يعتبر مجموعة فنية قيمة قد تم حياكتها في مشغله وبإشرافه وبأيادي تلامذته. و شاگردان ایشون در کارگاه ایشون این باخته شد. إنني باسم عظمة الفن والفنانين الإيرانيين أشكر الأستاذ الموسوي لعمله وسعيه، وآمل أن نشاهد في أسرع وقت ممكن تنفيذ المشروع القرآني.
بالاطلاع الواسع الذي له في الفن الأصيل لحياكة السجاد والإيمان الذي لديه، يقوم الآن بإنجاز مشروع عظيم مع فريق ماهر جدا، وهذا المشروع هو حياكة القرآن الكريم. وأنا أعتقد إنه الوحيد الذي يستطيع من بين جميع الأساتذة القيام به، وأعني الأستاذ الموسوي سيرت. والآن يا إلهي، ما هو هذا النداء الذي يدعوني؟ ما هذا النور؟ منذ عام 1992 نعمل على المشروع القرآني ونحقق فيه، وقد وضعنا نموذجا له. أعتقد أننا وبحمد الله سنصل إلى نتيجة، وقد بدأنا الخطوات الأولى في هذا العمل.
هذا المشروع بالمحاسبة التي قمنا بها أعتقد أنه سيلزم حياكة 400 قطعة سجاد وسيستخدم ما بين 50 إلى 60 كيلوغرام ذهب للكتابة وسنقوم بأسلوب خاص في هذا المشروع الذي أسميناه اللوح المحفوظ مثل تقنية الحياكة الألوان وكيفية استخدام الذهب لأول مرة وكان القدماء يقومون بهذا العمل ولكن في هذا المشروع سنستخدم طريقة جديدة وأنت تعلم أن تلك النظرة الحنون هي التي نادتك خليفة لها وهي قلقة عليك وعلى النقوش التي تطبعها على قلب وجودك إن الأشخاص الذين يقومون بهذا العمل جميعهم في أعلى مستوى من المهارة ولهم تجارب قيمة يعرفون الألوان تماما وهم والحمد لله فريق ممتاز إنني حسن رضائي مصمم سجاد تعرفت على الحاج الموسوي في شركة السجاد منذ 35 عاما وله حق الأستاذية علي إن الأعمال التي قمت بها بعد معرفتي بالحاج الموسوي هي حياكة سجاد مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بحوالي 2800 متر مربع ثم سجاد مجلس الشورى الوطني بحوالي 650 متر مربع ثم حياكة أكبر سجاد في العالم لمسجد السلطان قابوس بمساحة 4343 متر مربع والآن أنا في خدمة الحاج موسوي للقيام بإنجاز أعظم وأكبر مشروع بحياكة القرآن الكريم كان أبي يأمل دائماً أن يقوم بحياكة هذا المشروع أنا أعلم إنه كان يرجو ذلك منذ صباه وكان يقول لي دائماً إنه يود أن يتعلم جميع مراحل الحياكة وأن تكون حياكة القرآن أفضل أعماله كما أن شاهنامة كان بمثابة تمرين لحياكة القرآن الكريم كما أن الأعمال التي قام بها والتقنية التي استخدمها إنما كانت امتحاناً لحياكة القرآن الكريم وأنت تعلم أن أستاذ القدر عندما وضع حمل الأمانة على عاتقك في ذلك اليوم كان يريد في عالم الوجود أن يرتفع نداء حي على الفلاح حي على خير العمل هكذا هو العشق حيث يرتبط بكل خيوط الوجود في الإنسان ليخلق أجمل النقوش فالجمال علامة له لأنه يحب الجمال وأنه هو الجمال بعينه در پروژه لوح محفوظ ما دو تخته فرش در نظر گرفتیم في مشروع اللوح المحفوظ في لوحة سجادية
قررنا أن نكتب أسماء جميع الأشخاص الذين يقومون بهذا المشروع، المصممين والملونين والقائمين بهذا العمل. إن زمن بقاء هذا السجاد هو 2000 سنة، ونحن قررنا أيضاً أن نصور فيلماً وثائقياً منذ بدء المشروع، منذ العمل على التصميم ثم تلوين الخيوط، وهذا يعني تصوير جميع مراحل العمل في هذا المشروع ليبقى كوثيقة للمشروع. إننا في مشغل الحياكة قمنا باستخدام الحاسوب وعلى موقع لكي يشاهد العالم مراحل تنفيذ المشروع، كما أننا قمنا بتصميم المشغل لكي يستوعب جميع الزوار والرواد الذين يقدمون لمشاهدة كيفية العمل في الحياكة، كما أننا مستعدون لاستقبال السياح الذين يأتون من كافة أرجاء العالم. إن مشروع اللوح المحفوظ هو أكبر مشروع للسجاد في العالم، وسيكون مسجلاً في كتاب الأرقام القياسية العالمي، كما إنه سيكون أعظم حدث فني في العالم. جهان ثبت میشه و در زمان خودش بزرگترین رویداد هنری خواهد. I think it's a very ambitious project. It's obviously a major effort. But again, very much. أعتقد أن هذا المشروع القيم هو إنجاز كبير، وأكرر إنكم من خلال السجاد وجدتم مجالاً واسعاً لعرض قصص أهم كتاب ملحمي في ثقافتكم. إنه يثير الإعجاب، هذا المزيج من الفن والدين. إنه مشروع مهم. And it's a very important project. الألوان المتشابكة تدعوك إليها، وطوية طوية، وخيط خيط، ونقوش مئات الورود تدعوك لتخلقها بقدرة العشق ويد الإيمان، بما يليق بأسلاف يدك، أسلاف قدماء فخورين. إنك تعرف طلسم الحقيقة، الوجود مع الذات، تلك النعمة التي تجعل الماء حجرا. إنك حاضر في يا ذا القامة الخضراء البيضاء، يا جبل الفخر والمروءة النجيبة. إنك تبحث في وأنا فيك يا أهدأ الثائرين. إنني أدعوك إلى ضيافة قلبي الطفل. كان أكبر أمنياتي أن أقوم بحياكة القرآن الكريم على السجاد، أعني إنني لا أرجو شيئاً غير هذا. ويجب البدء، ويجب نقش كلام الله بما يليق به. وهذا العمل العظيم يحتاج لرجال عظام، رجال مؤمنين ذوي إرادة وفكر، لكي تصل هذه الأمانة العظيمة إلى مقصدها، ولكي يضع على هام الثقافة الإسلامية بسم الله الرحمن الرحيم في جميع أنحاء العالم تاجاً جليلاً لا نظير له، وليسجل اسمه للأبد
في تاريخ الخدمات الكبرى للبشر.